نصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس الخامس من شهر القعدة عام 12400 نفتتح اللقاء الأول من هذا الشهر في بيتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن حضوركم إلى هذا المكان إنما تريدون به الوصول على الإسلام، الوصول إلى العلم، ونسأل الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم.